لا أسألكم أجرا وهو مهتد وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يضر الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني أراد ربكم يسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا بهم يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمن يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون